فيما يخص يعني هذا اللقاء طبعا جاء هو من اجل تسليط الضوء وتوضيح مجموعه ديال ما نقدرش نقول مغالطات، ولكن ضروري ان الواحد يوضح الشغيله وكذلك الراي العام. الان ولات ولا هذه القضيه ولات يعني موضوع ديال الراي العام، وضروري ان نوضحوا له مجموعه القضايا. هو اللي وقع كاين واحد الخلط ما يخص هو تم يعني ربط واحد مجموعه ديال يعني محضر اتفاق مع 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 المجلس مع ما يتداول الان، وهذا بالنسبه لنا احنا لا مجال للمقارنه. فيما يخص بالنسبه للمحضر اللي تم البروتوكول اتفاق اللي تم توقيع ديالو مع الرئيسه، هذاك ما جاش وليد اليوم، باش هو الانطلاقه ديالو بدات مباشره بعد انتخاب ديال الرئيسه على راس جمعيه الرباط، وكانت كانت تقريبا اربعه ديال اللقاءات او خمسه، وصراحه اللقاءات كانت لقاءات تسمت بالجديه المسؤوليه بواحد الاراده قويه لا من طرف الرئيسه ولا من طرف التنسيق، وهذاك هو اللي كان النتاج ديال اننا نهار لوسات ديال 3 ديال 7 يونيو وقعنا ذاك البروتوكول. البروتوكول اللي قريتو راه عندكم نسخه منه، في مجموعه النقاط النقاط العريضه اللي هي اساسيه ما يمكنش يختلفوا عليها اثنين. النقطه الاولى اللي تتعلق بالحريه النقابيه، اللي بطبيعه الحال حنا نعتبروا داخل يعني العمل النقابي هي المدخل لجميع اي شيء، كذلك مؤسسه الحوار، لان لو فيت باش تؤسس الحوار هذا سي ديجا ان راه ديجا درتي واحد العمل كبير، لان التواصل وتتقول انك انت شريك فعلي للاداره. كذلك كاين نقط اخرى تتعلق بالشق المالي والشق الاداري، لا سيما التعويضات فيما يخص تي بي اس، فيما يخص الساعات الاضافيه، فيما يخص مستحقات على الترقيات في, 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 في الرتبه والدرجه اللي ديال سنوات 2019 2021. كذلك كاين نقطه اساسيه وهو التكوين المستمر، وبالتالي تتعرفوا الاهميه ديال هذه النقطه. هذه نقطه اخرى اللي كنا تكلمنا فيها واللي هي في المحضر ديال الاتفاق، وهي تحسين الظروف ديال العمل ديال الموظفين، لان لا يعقل ان موظف يشتغل في واحد الوضعيه اللي هي مزريه، وبالتالي هذه من المطالب ديال النقابات كذلك لتحسين الاداء ديال الموظف في الجامعي ديال جامعة الرباط. أكثر من هذا فالتنسيق هذه المرة لأنه مسؤول، هذه مؤسسة، حنا ملي تكلمنا على الموظفين باغي حنا قلنا سيدي حنا ضد شي حاجة سميتها أشباح، هذا في المحضر. وكذلك حتى بالنسبة لمحاربة الفساد قلنا حنا محاربة الفساد والربط المسؤولية بالمحاسبة، هذا حنا كنقابة تنقول هذه القضية. ولكن فيما يخص مراج، فيما يخص مراج الآن حنا بالنسبة لنا كمؤسسة، حنا نقابات ولكن كمؤسسة بالنسبه لنا تنظن مادام دخلات دخيات يعني الهيئات اللي معنيه للبات في مثل هذه القضايا واللي هو على راسها المجلس الجهوي للحسابات، الان ما يمكننا الا نتمنوا هذه الخطوه هذه ديال السلطات اللي معنيه بهذه القضيه. والحمد لله حنا دوله الحق والقانون، واللي غادي يجي يعني من عند الهيئات ما يمكننا غير نرحبوا به. وعلى التصريح ديال الرئيسه في نفس الوقت بالنسبه للاتفاق، ماشي اليوم عاد وقعنا حنا الاتفاق، وماشي حتى صرحات الرئيسه عاد وقعنا الاتفاق. الاتفاق ملي طلعت هي كرئيسه وحنايا كنديروا معها لقاءات مسترسله، وضعنا واحد المذكره مطلبيه اللي فيها واحد الخمسه او سته ديال المطالب اللي اعتبرناها مطالب اوليه ومدخل للحوار الاجتماعي. وبالتالي ملي وصلنا للاتفاق وقعناه، وحنا راضين على التوقيع ديال هذا الاتفاق ما بيننا وبين الرئيسه ديال بلديه مدينه الرباط، واللي كيبقى دابا هو الاجراء ديالو والتنفيذ ديالو هو اللي غتكون المتابعه ديالو. بالنسبه للتصريح، التصريح كيجي من بعد، كيجي في واحد الظرف اخر وفي واحد الوقت اخر اللي ماشي هو الظرف ديال التوقيع ديال الاتفاق. وبالتالي ان هذاك العدد اللي عطى ديال 2400 هو عدد غير مقبول وغير منطقي، لان بلديه الرباط فيها 3758 موظف، الا كانت فيها 2700 موظف شكون اللي كيؤدي هذه الخدمات داخل الجماعه؟ انتما كتعرفوا كاينه 23 ملحقه اداريه، الا خدينا غير واحد 50 موظف داخل كل ملحقه اداريه شوف شحال فيها العدد ديال الموظفين. دونك ما نبنيش على واحد الاسس اللي هي صحيحه هذا التصريح هذا. والا كانت الا كان هذا التصريح صحيح وهاد الموظفين اشباح 2400 كاينه، تاخذ بحقهم كامل الاجراءات القانونيه وحنا معاها، ما غاديش نكونوا ضدها، غير يكون الاثبات يكون لديها ما يفيد بان هذوك الموظفين اشباح، وحنا معاها في اتخاذ كامل الاجراءات القانونيه اللي يمكن تاخذهم. وكنطرح واحد التساؤل هنا بحال اللي قلت لكم، هو ان شكون اللي عطى هذا الرقم؟ هذا راه مهم هذا، حيت هي ما كتعرفش المصالح وما كتعرفش الموظفين وما كتعرف، هي جات كتسير من الفوق كتسير، ولكن اللي عطى هذا الرقم ديال 2400 شباح اللي بنات عليه راه خطير داخل الاداره. التساؤل ما كيطرحوهش الناس، حنا كنطرحوه، ما كيطرحوهش، هما كيشوفوا غير 2400 قالتها الرئيسه، هي كتحمل مسؤوليتها في العدد في الرقم اللي عطات، ولكن شكون عطى حتى هو هذا الرقم؟ خصو حتى هو يبان شكون عطى هذا الرقم باش نعرفوا شكون اللي كيشتغل داخل بلديه مدينه الرباط في هذا النوع.